مرحبا، كيفك يا حلوة؟ يا باي ما احلى هالجدولة، يا الله. عم فتش على بيت الحجة زبيدة الناطور، أم محمود يعني. أم محمود بهذا البيت. بهذا البيت صح؟ هون. شكرا. صباح الخير، كيفك يا حجة؟ والله فيناك كأنه يخليك يا رب، يخلي لي اياك يا حبيبتي. حبيبتي الله يرضى عليك. منيحة يا حجة؟ طمنيني عنك. يا يما الله يرضى عليك يا حبيبتي. هسا يا حجة أنا بصراحة عرفت إنه أنت من ضيعة اسمها الكساير. من الكساير. أنا بعرفش عنها إشي هاي الضيعة. جاي على بالي تخبرينا شوي قديش كان عمرك لما طلعتي من هالضيعة؟ كان عمرك كان من عندي 3 أولاد. يعني طلعتي قديش كان عمرك؟ تقريبا لما تمرت كان عمري 22 سنة. 22 لما طلعتي، يعني واعية لكل شيء صار جوا. طبعا واعية لبلد الزراعة وال... كيف كانت أعراسنا قبل يا حجة بتتذكري؟ أعراسنا شو بدك لأعراسنا قبل؟ كيف كانت غير الحنة؟ شو كانوا يعملوا؟ السحجة كانت مثل هون والشارع هاي الزلام تسحج هيك، والحدة يحذر يروح ويجي وصيحة تابة والمواويل وما بعرف شو، والاختياريات اللي زي عماتي يرقصوا قدام السحاجة والدباكة تدبك وعزة. وشو يعملوا للعروس؟ يحنوها ويغرطولها ويغنولها ولمالها ويزفوها ويركبوها على الفرس مبروح بالبلد كله ويركب الفرس يزفوها. اوف 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 همشيت دروب جدي ما وصلها، او شفت الجوف ما بعرف اصلها. يا فلسطين يا ربي اصلها، وبوس حجارها يا من دراها. غالي دموعك علينا يا حجة. نحن جايبين معنا مفاجأة صغيرة لإلك يا حجة. شو؟ لك شو عامل لك برنامجنا حبة بركة؟ لأنك حبة بركتنا قررنا نحضر لك هاي المفاجأة. طيب هاي من وين؟ هاي أنا. وين انتي؟ اطلعي. احنا رحنا سألنا عن زبيدة ناطور، فهي حاليا مش موجودة، بس قدرنا نصل لشخص اللي بيقولوا له ابو منذر، بيكون ابن عمها للحجة، فبدي اشوف. هاي من مخيم. نحن هلا بضيعتك يا حجة. ابو منذر رايحين لعنده هون بالكساية، عم نفتش عليك. أنا حاليا فايتة على محمص الحاج أبو منذر. شفا عمر الكسائر تدمر. إيه بشفا عمر. أبو منذر ابن عمي. هي يا الحاج. يا حبيبي يا روحي. إن شاء الله رح يبعث تحية للحاج من هون من شفا عمر، اللي هي الكسائر حاليا تابعة على أراضي شفا عمر اللي هي قضاء حيفا. حسين حسن خضر أبو منذر. هذا أبو منذر حاج. ابو منذر هسه هي عم يحكي لك، عم يبعث لك هدا. وانا حكيته بسمعني؟ لا حبيبتي، هو بس عم يحكيكي وعم بيقول لك اسمعي. انا اوجه هذا سلامي الى اهلي، عائله خضر وعائله حمدان وعائله نطور بما فيهم الست زبيدي واخواتها. شو عملت الروزانا؟ الله الله يا عيني يا حجة. وما يحرمنا هالضحكة. بتمنى تكونوا استمتعتوا وفرحتوا زي ما احنا فرحنا. بنشوفكم بحلقة جديدة مع حبة بركة جديدة. شكراً.